شريك ان شاء الله بالاجر. بحس صادقه بسوقها لك. انا جيت في مكان وحجور ما في الا انواع الطيور وانواع الطعامات. ابى احطها صادقه عني وعنك من سلام الاشهر. وتكلفتها والله بسيطه. اجي لك مكان يعني ما في الا طيور او اي مزرعه او اي كان. حطها لك سبيل تحرم نفسك. اكبس كذا هذه تجلس شهر او شهرين. علبة المهم وبس حقتها معها والله لا يحرمنا وياك ولا اجل ان شاء الله يعني التكلفه ترى هذه كذا وقبس هو صلى الله عليه وسلم الرز فك وكبه اختار اي رز عادي.